يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا يا ميت مرحبا، والله نورتينا يا حبيبتي. معلش لقمه كده على ما اقسم. اتفضلي مدي ايدك. مدي ايدك يا بنتي، كولي كولي. متشكره قوي، ربنا يكرمكم. والله ما انا عارفه كان هيحصل لي ايه لو ربنا ما بعتليش الراجل الطيب ده. ما تقوليش كده يا بنتي، دي كلها تدابير ربنا سبحانه وتعالى. قولي بس انت يا زينب، لازم تاخدي حقك من جوزك ده. ما ينفعش يا حبيبتي تسكتي له بعد كل اللي عمله فيك، لازم تشتكيه. الشكوى لغير الله مزله. احنا ناس على باب الله، يعني يوم فيه ويوم ما فيش. هروح لمحامي بكام وارفع قضيه بكام؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طب اقول لك اشتكيه، اعملي له محضر، قولي انه حرمك من عيالك ومنعك عنهم وكمان عايز يموتك. ما ينفعش ما ينفعش، ده مهما كان ابو ولادي ومصير ربنا هيهديه في يوم من الايام. عين العقل يا بنتي والله. عقل اهدى، بقول لك حرمها من عيالها ومنعها عنهم وكمان اخره المتم عايز يموتها، وتسكت له وتقول لي عقل؟ طب قولي لي يا زين، هو انت يعني ما عندكش حد كبير يوقف له؟ خال عم؟ أني مقطوعة من صبر، ربنا عالم أني جيت من المحلة لهنا إزاي. لا حول ولا محلة. الله، أنت على المركب، قلت لي أنك أنت عايزة ترجع اسكندرية تاني. صح صح، اسكندرية. أصلي هروح اسكندرية عشان في حد معرفة يتوسط لي عند جوزي عشان أشوف عيالي. بس خلاص بعد اللي حصل ده أني لا رايحة ولا جاية. هو واني بخاطرك بالكلام، قلت ايه تاني؟ والله يا بنتي ما فاكر. احسن برضه. الله، وقفت ليه يا زينب؟ استأذن بقى، انا لسه ورايا سفر وعايزه يعني اروح قبل الدنيا ما تلي. بس انت ما اكلتيش حاجه خالص. قالوا عامر بيكم شكرين. انا يعني عايزاكي تشوفيني كده هدومي يعني نشفت ولا لسه. لسه مشقرة عليهم حالا وانا بحضر الاكل، لقيتهم لسه مبلولين. مبلولين يعني لو فيها اساءة ادب ممكن امشي يعني بالهدمة دي وتحطي لي هدومي في كيس نايلون؟ عينيا يا حبيبتي وماله، عيني. حاضر. بقول لك ايه يا زينب، طب ما تقعدي معانا شويه، ده انت منورانا. امي زمانها هتتجنن عليا يا حبيبتي. طب بقول لك ايه، خدي المحمول كلميها وطمنيها. بقول لك احنا ما حلتناش اللاضة، تقول لي محمول؟ لا اله الا الله. امسكي يا زينب، خلي دول معاكي، لزوم السفر.